أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي بناتي طلبة المرحلة الأولى في قسم الهندسة المدنية كلية المعارف الجامعة، أحييكم بأحسن تحية وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستعين بالله وأقدم محاضرتي 12 بعنوان Center of Gravity and Centroid. في هذه المحاضرة راح ناخذ السنتر اوف جرافيتي اللي هو الجذب الارضي، مركز الجذب الارضي، والسنتر اوف ماس مركز الوزن او الكتلة، والسنترويد اوف بودي وسط الجسم. من المعلوم عندنا احنا محصلة الاوزان على جسم وموقعها يعتبر جدا مهم لمعرفة تأثير القوى او الاوزان على الجسم، والنقطة اللي تتمركز بها قوة الجذب تسمى بالسنتر اوف جرافيتي، تسمى بالسنتر اوف جرافيتي. فهسه عندنا هنا شنو السنتر اوف جرافيتي؟ هي النقطة اللي تظهر بها اثار الوزن كليته، يعني كل الاوزان تظهر وكأنما في تلك النقطة، في تلك النقطة. لو نباوع في هذا الشكل، في هذا الشكل، هذا البار، هذا البار يتكون من مجموعة من الكتل أو الأوزان، يعني لو نقسمه على دي دبليو، يعني كتلة وزنها دي دبليو والثاني دي دبليو دي دبليو، وجمعناه هذين كليتين راح يطلع الوزن الكلي هو الدبليو، الوزن الكلي الدبليو. موقع هذا الوزن الدبليو مال كل هذين كأنما موجود عند النقطة جي، النقطة جي نسميها center of gravity، يعني مركز الوزن أو مركز الجذب. فإذا أخذنا محصلة القوى، محصلة القوى باتجاه الـ z-axis يساوي لنا صفر، فمجموع الوزن هو عبارة عن قوة، فالوزن الأول زائد الوزن الثاني زائد الوزن الثالث زائد الوزن الرابع كليته هو يساوي لنا W، يساوي لنا W. فالW شح يساوي لنا التكامل مال دي دبليو، هذا يساوي لنا مجموع الاوزان، مجموع الاوزان. ويظهر تاثيره وين؟ بالنقطه جي، تاثيره بالنقطه جي. هسه عندنا هنا نريد نطلع موقع هذا الوزن الدبليو. احنا مو قلنا هاي الاوزان الصغيره، يعني اذا اخذنا هاي الصفيحه، هاي الصفيحه اللي يسموكها يعني الصغير عندنا، هي تتكون من مجموعة من الإيلمنت، هذا إيلمنت كل واحد وزنه دي دبليو، هذا الدي دبليو يسبب لنا عزم على المحاور على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس. فعلى المحور اكس اكسس مو يسبب لنا عزم مقداره واي، واي بار او واي داش، واي داش في دي دبليو، وعلى الواي اكسس اكس داش دي دبليو، وهكذا. على يعني الواي اكسس يعني وعلى الاكس اكسس. فهسه ايش عندنا هنا؟ محصلة العزوم على الواي اكسس، محصلة العزوم على الواي اكسس شو يساوي لنا؟ محصلة عزوم جميع الكتل الصغيرة، جميع الكتل الصغيرة كل وحدة اللي وزنها دي دبليو وتبعد باكس بار، فالتكامل مالها اكس بار دي دبليو، هاي يساوي لنا مجموع العزوم مال الاليمنتس، مال كل الاليمنتس مال هاي البليتين. هاي شح تساوي لنا؟ يساوي لنا الاكس بار يعني في الدبليو، الدبليو وكانما الدبليو هنا كانما مجموع هذني الاوزان كليته، في الاكس بار راح يطلع العزم، راح يطلع العزم مال هاي المحصلة النهائية مال دبليو، راح يطلع العزم مالها. يعني دبليو في الاكس بار يساوي لنا الدي دبليو في الاكس داش مال كل ذن الاليمنتس. زين، اذا الاكس بار ايش راح يساوي لنا؟ اكس بار يعني السنترويد اللي هو السنترويد مال الدبليو، هذا اللي عند السنتر اوف جرافيتي راح يساوي لنا التكامل مال اكس داش دي دبليو مقسوما على هاي الدبليو اللي هو تكامل الدي دبليو،
هو هاي دبليو، مو قلنا هو مجموع الدي دبليو مال كل ذني، دي دبليو دي دبليو مجموعهن تكامل مالها هو الدبليو. فهذا نسميه بالسنترويد على الاكس بار. الاكس بار اذا الاكس بار هو شنو؟ البعد عن الواي، والواي بار هو البعد عن الاكس. نفس الطريقة نطلع الواي بار شو يساوي لنا التكامل واي بار دي دبليو على دي دبليو. هم نفس الشيء ناخذ العزوم، ناخذ العزوم عن الاكس اكسس، العزوم عن الاكس اكسس شو حيساوي لنا؟ الواي، الواي بار في الدبليو يساوي لنا تكامل واي داش في الدي دبليو. اذا الواي بار يساوي لنا تكامل واي داش دي دبليو على دي دبليو بنفس الطريقة. هاي طلعناها اذا كان عندنا بليتا بالتو دايمنشن. اذا كان عندنا ثري دايمنشن يعني عندنا بادي جسم مجسم ثري دايمنشن، فكل إليمنت الى اوزان، كل إليمنت الى وزن مقداره دي دبليو، ويبعد عن الاكس بار عن الاكس والواي والزد، وكل واحد له عزم على المحور، على المحور اكس عنده عزم، وعلى المحور واي عنده عزم، وعلى المحور زد عنده عزم. بالحال الاكس بار مثل ما استخدمناه على البليته يحيكون على البدي، هذا الجسم المجسم يحيكون الاكس بار يساوي اكس داش دي دبليو على تكامل دي دبليو، والباي بار سان تكامل واي داش دي دبليو على تكامل دي دبليو، والزت بار يسان تكامل دي داش دبليو على دي دبليو. هاي اذا كان عندنا اوزان. هايش عندنا؟ هنا عندنا اوزان، وردنا نطلع من هاي الاوزان، ردنا نطلع الاكس بار والواي بار والزت بار. شي مثلا اذا الاكس بار والواي بار والزت بار بهاي الاوزان يمثلا الكوردينيت مال السنتر اوف جرافيتي جي، يمثلا الكوردينيت الاحداثيات مال جي، هاي مثلا الاحداثيات مال السنتر اوف جرافيتي. اذا عندنا سنتر اوف ماس، عندنا كتل هنا، اذا افترضنا هنا مو ترى هي يعني كل دي اثرا بتعجيل ارضي واحد، يعني هذا الدي دبليو ايش دي سانه؟ دي دبليو سانه جي في الدي ام، وهنا الدي دبليو هذا اللي بالبص وبالمقام هم يساوي جي تعجيل ارضي في الدي ام. الجي يختصر من البص والمقام، فحيساوي اكس بار يساوي تكامل اكس داش دي ام على تكامل دي ام، والباي واي بار يساوي نفس الطريقه تكامل واي داش دي ام على تكامل دي ام، وزت بار يساوي تكامل زت بار دي ام زد داش دي ام على دي ام. هاي اذا كان عندنا ماس، يعني اذا منطينا اوزان، اذا منطينا اوزان ويت يحي نطلع سنتر اوف جرافيتي مال من؟ مال الاوزان. واذا منطينا كتل ماس يحي نطلع سنتر اوف ماس، هذا السنتر اوف ماس نرمز له بالسي ام، السنتر اوف ماس واحداثياته اكس بار واي بار زد بار للكتل الماس. هذاك بالنسبة للأوزان جي center of gravity، للماس center of mass باعتبار مثل ما قلنا احنا دي دبليو يساوي جي دي ام، فيختصر الجي يعني سمن اضرب هذا بجي وهذا بجي، هذا يصير اكس داش دي دبليو على تكامل دي دبليو، واضح؟ ونفس الشيء بالنسبة هنا عن الواي بار يساوي تكامل واي داش دي ام على تكامل دي ام، والزت بار يساوي لنا تكامل زد داش دي ام على دي ام. هذا ذني شيء مثلا اكس بار والواي بار والزت بار هنا مثلا الكوردينيت مال السنتر اوف ماس، اما هناك كان الكوردينيت مال السنتر اوف جرافيتي. هسه اذا ردنا نطلع السنترويد اوف فوليوم، عندنا هذا جسم ها ونريد الوسط مالته، هذا سنترويد اوف فوليوم مال الحجم. احنا نعرف عندنا الماس يساوي الماس الكتله في الحجم، الكثافه في الحجم، رو في الدي في.
اذا هاي مو كان الدي ام سوينا رو في الدي في وهذا رو في الدي في واختصرنا الرو من البسط والمقام ايش راح يصير عندنا هنا الاكس بار يساوي تكامل اكس داش دي في على دي في ونفس الشيء هنا مو كان هذا الدي ام نعوض عنه برو دي في وهذا رو دي في الرو هو نفس الرو يعني الكثافة نفس المادة هاي المادة مصنوعة من نفس الكثافة راح يصير واي تكامل واي داش دي في على تكامل دي في وهنا نهم زد باري حسابنا تكامل زد داش دي في على تكامل دي في اللي هي هاي المعادلة اللي هاي المعادلة ليش لان عندنا دي ام شي سالنا رو دي في الرو هو كونستانت تتكنسل من البص والمقام تتكنسل من البص والمقام يحيبقى عندنا دي في هاي شي نسميها الاكس بار والواي بار والزد بار بالحالة السنتر اوف جيومتري المركز او السنترويد السنتر اوف جيومتري او السنترويد زين للجسم كله زين هسه حنطلع اذا كان عندنا مساحة هنا نجي الى نفس المعادلة هاي اذا هذا الحجم الحجم شو يساوينا الحجم الحجم يساوينا المساحة في الارتفاع او في السموك وهنا المساحة في السموك اذا كان نفس السموك عندنا الجسم الى نفس السموك فايش راح يصير عندنا السموك يختصر يعني هذا تي في الدي اي مثلا وهذا تي في الدي اي تي هو السموك التي يختصر من البسط والمقام شو راح يصير عندنا الاكس بار يساوي التكامل مع المساحة في الاكس داش دي اي على تكامل دي اي وهكذا الواي بار يساوي تكامل واي داش دي اي على تكامل دي اي هاي بالنسبة للأريا والزد بار يسالنا زد داش دي اي على تكامل دي اي هذا بالنسبة للمساحة هاي نسميه سنترويد اوف ان أريا المساحة بالنسبة للمساحة هنا فعندنا هنا الاكس بار يحسان اكس بار دي اي على تكامل دي اي بالنسبة للمساحة والواي بار يسالنا واي بار دي اي على تكامل دي اي تكامل واي بار دي اي الاكس بار والواي بار شي مثلا مثلا السنترويد مال الاريا السنترويد مال الاريا هنا ممكن اني بالنسبه للمساحه هاي المساحه اذا كان اني عندي معادله مستقيم فاقدر اخذ إليمنت حتى طلع المساحه المساحه بالاتجاه الافقي باتجاه الاكس والمساحه باتجاه الشاقولي موازي للواي يعني هنا عمودي على الاكس وهنا عمودي على الواي فاذا ردت اطلع اذا ردت اطلع السنترويد مال اكس بار السنترويد مال اكس بار فلازم شو اسوي اني اطلع هاي المساحه واي في الدي اكس واي في الدي اكس الواي انا عندي المعادله مالتها واي سان اف اكس واي في الدي اكس فهنا شو يصير عندنا الاكس بار يساوي تكامل x داش y dx على تكامل y dx ليش y dx لان المساحة مال هذا المستطيل هو y dx ونفس الشيء اذا اريد اطلع ال y بار هنا انا اخذ الاليمنت على ال y فشحس ان ال y بار يساوي تكامل هنا المساحة مال هذا المستطيل شو يساوي الاليمنت يساوي x هذا x في ال dy وش قد يبعد عن ال x عن الاكس يبعد واي او واي داش هنا فيصح يصير التكامل واي داش في اكس دي واي على اكس دي واي على تكامل اكس دي واي هاي بالنسبه بالتو دايمنشن ليش لانه عندنا دي اي اما واي دي اكس او اكس دي واي حسب اكس دي واي او واي دي اي حسب الاتجاه الناخذه حسب الاتجاه الناخذ السنترويد مالته اما اذا كان عندنا لاين اذا كان عندنا الارض كلش صغير الارض كلش صغير فالدي اي هنا شو يساوي لنا الارض دبليو الواي في الطول دي ال على دبليو في الدي ال اذا الدبليو الارض مساوي يختصر من البسط والمقام يبقى بس دي ال فيصير تكامل اكس
داش دي ال على تكامل دي ال، هاي بالنسبه للاكس بار. والواي بار ساين تكامل واي داش دي ال على تكامل دي ال، هاي اذا كان الارض مالتنا متساوي فحنحصل على هاي العلاقه. اكس بار ساين تكامل اكس بار دي ال على تكامل دي ال، والواي بار يساوينا واي داش دي ال على تكامل دي ال. اذا هاي المعادله، هاي عندما يكون نفس الكثافه هوموجينياس، نفس السمك، نفس الارض، الفرق فقط بالطول. زين لاين يعني عندنا خطوط. هسه اخذنا العلاقه طلعناها، الاكس بار قلنا يساوينا تكامل اكس بار x داش دي ال على تكامل دي ال، والواي بار هم يساوي لنا تكامل واي داش دي ال على تكامل دي ال، هاي اللي حكينا بيها. هسه نريد نطلع الدي ال بالنسبه اذا كان عندنا لاين دي ال. اذا اخذنا هذا السلك، هذا السلك، واخذنا ايلمنت، هذا الايلمنت الصغير هنا، شوفوا هذا الايلمنت الصغير، وكبرناه يعني نشوفه شكله تقريبا شكل مثلث. العرض من هنا دي اكس القاعده، والارتفاع دي واي، دي واي الارتفاع. فهذا الطول مالته هو دي ال، الطول مال هذا الاليمنت هو دي ال حسب فيثاغورس، حسب فيثاغورس. فالدي ال شو يساوي لنا؟ دي اكس تربيع زائد دي واي تربيع تحت الجذر حسب فيثاغورس. فالدي ال تلاحظون هاي المعادله، الدي ال يساوي دي اكس تربيع زائد دي واي تربيع تحت الجذر، يعني اصف اس نصف تحت الجذر. هذا يمثل لنا الدي ال. الدي ال هذا اقدر انا اكتبه بصيغ مختلفه. اذا كنت انا رايد اطلع السنترويد هنا مال باتجاه الاكس اكسس واريده كامل بدلاله الدي اكس، فشو اسوي؟ هاي المعادله، اي هاي المعادله اطلع من عندها يعني دي اكس تربيع. اذا طلعت من عندها دي اكس تربيع يحقسم على دي اكس تربيع منا، واقسم على دي اكس تربيع منا، واضرب في دي اكس تربيع. فمن اقسم هاي يعني حيصير بهالشكل، دي اكس على دي اكس كميه تربيع في الدي اكس تربيع، يعني هاي دي اكس تربيع تروح وياها دي اكس تربيع، والدي واي على دي اكس كل تربيع في الدي اكس تربيع نفس الشيء، هاي دي اكس تربيع تروح وياها دي اكس تربيع، ترجع نفس هاي المعادله. الدي اكس تربيع مال هذا التيرم ويا الدي اكس تربيع مال هذا التيرم يطلع خارج الجذر بدلاله دي اكس، تصبح هذا الدي ال، هذا هو الدي ال، الطول مال هذا الاليمنت مال هذا السلك. وبنفس الطريقه اذا نريد نكامل احنا بدلاله دي واي، نكامل دي واي، ايش حيصير عندنا؟ حنقسم المعادله على دي واي سكوير، يعني هاي المعادله نقسمها على الدي واي سكوير، هذا التيرم وهذا التيرم، ونضرب في الدي واي سكوير، فهذا شو يصير عندنا؟ دي اكس على الدي واي الكل تربيع، بلس دي واي، هاي هي دي واي على دي واي الكل تربيع في الدي واي تربيع. يعني هذا الدي واي تربيع يروح ويا هذا الدي واي تربيع، وهذا الدي واي تربيع يروح ويا هذا الدي واي تربيع، كأنما ما سوينا شيء. نطلع الدي واي تربيع خارج قوس، دي واي خارج الجذر. بدلالة دي واي يحنحصل على هاي الطول، هذا دي ال بدلالة الدي واي، وهنا دي ال بدلالة دي اكس. هذا الدي ال وهذا الدي ال نفس المقدار نفس الطول، بس احنا نختاره حسب نوع التكامل اللي نريده، حسب نوع التكامل اللي نريده. فاذا اخذنا عندنا اخذنا مثلا هذا الاليمنت، هذا الاليمنت او هذا السلك، وهذا الاليمنت مالتنا من هنا دي واي ومن هنا دي اكس، وهاي المعادله واي يساوي 2 اكس تربيع. اذا ردنا ناخذ الاكس شو يساوي؟ الاكس بار يساوي لنا تكامل اكس داش دي ال على تكامل دي ال. الاكس داش وين الاكس داش؟ الاكس داش هو البعد عن واي، اي هذا الاكس داش اللي هو اكس، اكس داش اللي هو اكس. اذا احنا حنكامل بدلاله اكس مثلا على سبيل المثال، فاكس في الدي اي، الدي اي مالتنا هو هذا، اذا ردنا بتكامل بدلاله هذا
دي اي مالتنا هو هذا الدي ال، الدي ال مالتنا هو هذا على تكامل الدي ال اللي هو هذا نفسيته تكامل الدي ال. زين واحد سألني يقول لي مين اجيب انا دي واي على الدي اكس؟ دي واي على الدي اكس هل مو عندنا الواي يساوي 2 اكس تربيع؟ فالدي واي على الدي اكس يساوي 4 اكس، اعوض عن 4 اكس بالمعادله يطلع عندنا الدي ال بالبسط وبالمقام. هسه راح نشوفها من الامثله. عندنا هنا ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة عندنا. إذا كان الجسم هنا هذا متناظر، هذا الجسم عندنا متناظر، فالسنترويد مالته حيصير هنا بالوسط، بحيث أنه الجزء العلوي يناظر لنا الجزء السفلي واليسار يناظر عندنا اليمين، إذا كان المعدن مالته متجانس ومنتظم. زين فهنا عندنا قلنا دي ال يساوي لنا تحت الجذر 1 زائد دي واي على دي اكس كمية تربيع في الدي اكس، هذا الدي ال مال هذا الطول كل السلك من كامله. ونفس الشيء بالنسبه هنا دي ال راح يساوي لنا تحت الجذر دي اكس على دي واي كميه تربيع زائد 1 في الدي واي، هذا الدي ال قلنا يساوي لنا هذا الدي ال ما يختلفن متساويان، بس هذا الفرق بين هذا وهذا اذا ردنا نكامل بدلاله الدي اكس نختار هذا الدي ال، واذا ردنا نكامل بدلاله الدي واي نختار هذا الدي ال. فهذا ينطبق مثلا على هذا الاليمنت، هذا السلك هنا الاليمنت مالتنا من هنا الدي واي باتجاه الواي والدي اكس باتجاه الاكس. زين والدي اكس يبعد عن الواي باكس بار او اكس، ويبعد عن الاكس بواي داش او واي، هنا اكس داش او اكس. فهنا انا من اريد اطلع الدي واي على الدي اكس او الدي اكس على الدي واي، ها اجي هنا دي واي على الدي اكس شو يساوي لنا؟ 4 اكس. اذا الدي اكس على الدي واي يساوي مقلوب ال 4 اكس. هاي اجي هنا ادي هاي ملاحظه هنا بالنسبه اذا عندي هذا الجسم منتظم، هذا الجسم منتظم مقطع عرضي مالته هذا المقطع العرضي نسميه بالاتش سكشن، هذا نلاحظ انه السنترويد مالته حيكون بالوسط بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي هم بالوسط، بحيث انه الجزء العلوي يناظر الجزء السفلي بالضبط نفس الشكل، والجزء بجهه اليمين يشابه الجزء بجهه اليسار بالضبط نفس الشكل ويكون بالوسط اذا كان المعدن طبعا هوميجينيوس. هسه راح ناخذ امثله بسيطه. اول مثال عندنا هنا لوكيت ذا سنترويد، يعني اوجد مكان السنترويد الوسط اوف ذا رود اللي هذا الرود السنترويد مال هذا الرود بنت من هذا الرود شبيه منحني يعني معكوف بهالشكل انتو ذا شيب اوف ذا بارابوليك ارك بشكل قوس بارابوليك عشان كمان بين بهذا الشكل. هنا نجي ناخذ إليمنت، ناخذ إليمنت فهذا الدي ال مالته، الدي ال شو يساوي لنا الدي ال؟ ها يساوي لنا دي اكس تربيع زائد دي واي تربيع تحت الجذر. إذا ردنا نكامل بدلالة الواي فنقسم على الدي واي تربيع هذا التيرم وهذا التيرم حنحصل على هاي العلاقة. هاي العلاقة يساوي لنا دي اكس على دي واي كمية تربيع زائد واحد دي واي. هذا أول شيء. هسه اجي هنا عندنا الاكس يساوي لنا واي تربيع، الاكس يساوي لنا واي تربيع، اذا الدي اكس على الدي واي شو يساوي لنا؟ 2 واي. ليش؟ لان انا ايش رايد؟ رايد دي اكس على دي واي فيح اشتق. زين اكس عندنا يساوي لنا واي تربيع، فاذا الدي اكس على الدي واي شو يساوي لنا؟ 2 واي. اجي اعوضها بمعادله السنترويد مال اللاين، فعندنا هنا الدي ال شو يساوي لنا؟ الدي ال يساوي لنا تحت الجذر
دي اكس على دي واي قد قلنا 2 واي، فهذا احنا عوض عنه ب 2 واي كميه تربيع زائد 1 دي واي. هاي خلصنا منه. هنا احنا نكتب كل اكس داش هو اكس وكل واي داش هو واي بالمعادله مالتنا. فش حصير المعادله مالتنا؟ اذا رايدين احنا الاكس بار مو يساوينا اكس داش دي ال تكامل ماله على تكامل الدي ال، حدود التكامل بالنسبه للاكس مين حدود التكامل مالته؟ شوفوا حدود التكامل مال اكس، اكس يبدي من صفر الى واحد، هاي باعوا من صفر الى واحد، هذا واحد بالنسبه للاكس، من صفر هذا زيرو الى وان متر، هاي حدود التكامل. نجي نعوض الاكس داش، قلنا شو نعوض مكان اكس داش؟ اكس اكس في الدي ال، هذا الدي ال مالتنا تحت الجذر 4 واي تربيع زائد 1 دي واي على تكامل الدي ال، الدي ال هنا تكامل الدي ال هو تحت الجذر 4 واي تربيع زائد 1 دي واي، حدود التكامل نفس الشيء من صفر الى 1. هسه نجي الاكس، شو يساوينا الاكس؟ قلنا الاكس هيات هذا الاكس 2 اكس يساوينا واي تربيع، هذا باعوا هنا الاكس واي تربيع، اجي اعوض مكان هذا الاكس واي تربيع، يصير عندنا هنا البسط والمقام كله بالواي. نكامل هاي المعادله، نكامل هاي المعادله زين، يعني نحصل على هاي النتيجه ونعوض بصفر الى واحد حدود التكامل نحصل على هاي النتيجه زين. ونفس الشيء اذا ردنا الواي بار، اذا ردنا الواي بار شي ساوينا تكامل واي داش دي ال على تكامل دي ال، الواي داش هو الواي في تحت الجذر هنا الدي ال، ايش قلنا الدي ال هو 4 واي تربيع زائد 1 دي واي على هنا الدي ال هنا تحت الجذر 4 واي تربيع زائد 1 دي واي زين دي واي هنا، ويساوينا نكامل هاي المعادلة يعني البسط والمقام ونعوض من صفر الى واحد يحنحصل هذا المقدار. فهذا الاكس بار عندنا قيمته هذا والواي بار قيمته هذا، هذا شيء مثلا مثلا السنترويد مال هذا السلك او الرود اللي شكله برابلك. اخذنا بالنسبه للسلك اذا كان عندنا مساحه بهالشكل مساحه، فيقول ديترماين ذا ديستانس واي داش واي بار، رايد الواي بار يعني البعد عن اكس، الواي بار هذا هنا الواي بار، ورايد ميجرد فروم اكس تو ذا سنترويد اوف ذا اريا ترينجولار، هذا زين رايد بس الواي بار. احنا نعرف الواي بار شو يساوي لنا؟ تكامل تكامل واي داش دي اي، لان هنا مساحه مو عندنا طول دي ال، واي داش دي اي على تكامل دي اي. فهسه اجي اول شيء عندنا احتاج المعادله مال هذا الخط المستقيم، معادله الخط المستقيم اجي هاي النقطه احداثياتها ايش قد هاي احداثياتها؟ الاكس مالها صفر والواي مالها اتش يعني صفر اتش، هاي ايش قد احداثياتها؟ بي صفر لانه منها من اكس بي وبالنسبه لواي صفر، فهاي صفر اتش وهاي بي صفر من معادله الخط المستقيم اللي هي واي ماينس واي 1 على اكس ماينس اكس 1 ايكوال واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1، يحنطلع معادله الخط المستقيم هذا واي يساوينا اتش على بي في بي ماينس اكس. هسه ايش احنا ناخذ؟ احنا ناخذ ايلمنت عمودي على الواي، ليش؟ لان رايد واي بار، قلنا اذا رايدين واي بار ناخذ عمودي على الواي لان حتى نكامل على بالدي واي، واذا ردنا اكس بار ناخذ الايلمنت عمودي على الاكس حتى عندنا دي اكس والبعد عن الواي. هسه ايش رايدين احنا؟ الواي بار، الواي بار، الواي بار شو يساوي لنا؟ قلنا
الواي بار، هاي الواي بار، الواي بار يساوي تكامل واي داش دي اي على تكامل دي اي، تكامل واي داش دي اي على تكامل دي اي. الواي داش قلنا كل واي داش نكتبه واي، وكل اكس داش نكتبه اكس، فالواي داش يساوي لنا واي. في الدي اي المساحة مالتنا هي هاي المساحة اللي طلعناها مال الاليمنت، المساحة مال الاليمنت، المساحة مال الاليمنت، زين اللي احنا قلنا مساحة الاليمنت شو تساوي لنا؟ هاي مساحة الاليمنت واي يساوي لنا اتش على بي في البي ماينس اكس. هذا عندنا معادلة الخط المستقيم، هذا معادلة الخط المستقيم، زين اللي هو شي مثل يمثل واي، واي هذا الارتفاع منا لهنا واي، هذا واي زين، وهذا الاليمنت هو اكس في الدي واي، الاليمنت مالتنا اكس في الدي واي زين في واي زين. فهنا عندنا دي اي شي سانه مو اكس في الدي واي، ويسان اكس شي حيسان اكس يحيسان بي على اتش في اتش ناقص واي في الدي واي، اكس يحيساوي لنا من هاي مو واي يساوي لنا بي على اتش على بي في بي ماينس اكس، اذا اكس يحيساوي لنا اكس من هاي، زين نضرب الاتش على بي بالداخل ونطلع الاكس، اكس يحيساوي لنا بي على اتش في اتش ناقص واي مضروبا في الدي واي، حتى لان هو هذا الاليمنت مساحته شو يساوي لنا؟ اكس في الدي واي. فعندنا هنا قلنا الواي بار يساوي لنا تكامل واي داش دي اي على تكامل دي اي، الواي داش هو الواي نفسه وهذا الدي اي على تكامل الدي اي، ويحيساوي تكامل هذا المقدار يساوي لنا سدس بي اتش سكوير على تكامل هذا نصف بي اتش، يختصر البي ويا البي والاتش تربيع ويا الاتش والنصف ويا السدس يبقى ثلث، يعطينا هذا اتش على ثلاثة. إذا بالسؤال قال لنا إذا كان اتش يساوي لنا 9 ايش قد الواي داش أو الواي بار؟ فالواي بار يساوي لنا 9 على 3 ويساوي لنا 3. فاحتمال بالامتحان، بالامتحان يقول لك علما بأنه اتش يساوي لنا مثلا 12، اتش يساوي لنا 12 متر، ايش قد الواي بار؟ فالواي بار يساوي لنا 12 على 3 ويساوي لنا 4. يعني هذا إذا أراد كقيمة، وإذا أراد كعلاقة يحط على الواي بار يساوي اتش على 3، وقد يطلب من عندك الاكس بار، إذا أراد الاكس بار فالاكس بار يساوي تكامل اكس داش دي اي على تكامل دي اي، الاكس داش هو الاكس مضروبا في الدي اي، ها المساحة اللي هو نفس هاي المساحة اعتيادي بس بالشاقولي يحطلعها، زين يحتاخذ الإليمنت شاقولي على تكامل الدي اي. إذا كان عندنا هنا ربع دائرة locate the centroid for the area of the quarter circle، أوجد السنترويد الوسط مال ربع دائرة quarter circle، شان بهذا الشكل هنا بسيطة، إحنا نأخذ element، هذا الإليمنت، هذا الإليمنت طلابي الأعزاء يشبه المثلث، هذا الإليمنت يشبه المثلث، احنا نعرف هذا الطول من هنا لهنا ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا ار، هذا يساوي لنا ار وهذا يساوي لنا ار، واللي بالوسط هم يساوي لنا ار. احنا نعرف المثلث السنترويد مالته هذا يبقى ثلثين من الرأس وثلث من القاعده، هاي القاعده مالته ثلثين من الرأس وثلث من القاعده، اذا هذا من هنا لهنا ايش قد؟ ثلثين من يا من شنو ثلثين؟ ثلثين ار، اذا هذا منا لهنا هو ثلثين ار، ثلثين ار. عندنا هذا الارتفاع ايش قد يبعد عن الاكس؟ عن الاكس اللي هو الواي بار، الواي بار اي هذا شو حيساوي لنا؟ ثلثين ار ساين ثيتا، هاي ثيتا
اي هذا الشاقول، الشاقول هاي شي يمثل؟ يمثل هذا الطول في سان ثيتا، هذا الارتفاع يمثل ان الوتر في سان ثيتا، الوتر هو 30 ار. اما هذا الجو اللي هو الاكس بار شو يسمونه 30 ار كوساين ثيتا، ليش؟ لانه هاي المجاور للزاويه، زاويه 30 ار كوساين ثيتا. ثيتا يا شنو هي ثيتا؟ هي الزاويه اللي عندها اخذنا الاليمنت واخذنا دي ثيتا، دي ثيتا. الطول هذا ايش قد؟ الطول هذا احنا نعرف الطول مال القوس يساوي لنا ار في ثيتا، طول اي قوس هو ار في ثيتا. ثيتا عندنا هنا دي ثيتا، اذا هذا المثلث القاعده مالته الطول مالها هو ار دي ثيتا، هذا ار دي ثيتا، والارتفاع مالته ايش قد؟ ار. يعني هذا المثلث القاعده مالته ار دي ثيتا والارتفاع مالته ار. مساحه هذا المثلث الاليمنت نصف القاعده، نصف يعني ار دي ثيتا في الارتفاع ار، ار دي ثيتا في ار على 2. ويبعد هذا الاليمنت المركز مالته يبعد عن الاكس بمقدار 2 على 3 ار ساين ثيتا اللي هو هذا الارتفاع، وعن الواي يبعد هذا عن الواي اللي هو اكس داش 2 على 3 ار كوساين ثيتا. من وجدنا هذني بعد نقدر راسا نطبق. فالمساحه قلنا نصف القاعده في الارتفاع مال المثلث الاليمنت، نصف الارتفاع ار، والقاعده مالته هو ار دي ثيتا، فيصير نصف ار في ار دي ثيتا ويساوي لنا ار تربيع على 2 دي ثيتا. هذا المساحه مال الاليمنت مالتنا، مساحه مال المثلث الصغير. هسه نجي اذا ردنا الاكس بار يساوي تكامل اكس داش دي اي على تكامل دي اي، ويساوي لنا حدود التكامل من صفر الى باي على 2، لان ربع ربع دائره يعني 90 درجه. فالاكس بار وش قد هو الاكس بار؟ 2 على 3 ار كوساين ثيتا اللي هو هذا، هذا الاكس بار اللي يبعد عن واي، اكس بار او اكس داش 2 على 3 ار كوساين ثيتا، هذا الاكس داش. في المساحة، المساحة هو ار تربيع على 2 دي ثيتا مقسوما على المساحة ار تربيع على 2 دي ثيتا، حدود التكامل من صفر على باي على 2، ويساوي لنا 4 ار على 3 باي. هذا بالنسبة للاكس بار. الواي بار شو حيساوي لنا الواي بار؟ نفس الطريقة الواي بار يساوي لنا واي داش دي اي على دي اي. الواي داش هو 2 على 3 ار ساين ثيتا، هذا الشاقولي، البعد الشاقولي، هذا البعد الافقي. في المساحه هو ار تربيع على 2 دي ثيتا مقسوما على المساحه ار تربيع على 2 دي ثيتا، حدود تكامل من 0 الى باي على 2، ويساوي لنا 4 ار على 3 باي. هذا تكامل بسيط، يعني هذا تكامل الساين ثيتا هو بالكوساين ثيتا، زين، وهذا نفس الشيء الكوساين ثيتا التكامل مالته بالساين، زين، هذا بالماينس يعني كوساين، وهذا بالساين تكامل مالته، والدي ثيتا تكامل ثيتا، ونعوض عنه باي على 2، من صفر الى باي على 2. اذا طعنا قيمة ار، مثلا قال ار 10، مو مثلا طلعها فرأسا تضرب 4 في 10 على 3 باي، فيطلع عندك، يطلع عندك السنترويد، الاكس بار والواي بار. لهنا طلاب الاعزاء انهي محاضرتي، واطلب من عندكم ان تراجعوها مرتين وثلاثه أربعة، لان هاي من المحاضرات المهمه جدا جدا. واقول لكم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.